من غير كسوف لما عملت مسابقة وأعلنت عن جايزة مالية. في ناس قالت إن أنت بتعمل ده عشان خاطر الترند، وفي ناس قالت ده بيعمل ده عشان يتعالى على الناس وبيتمنظر بفلوسه. شفت التعليقات دي إزاي وردك عليهم إيه؟ ما شفتش التعليقات دي، أنا شفت إخواتي اللي أنا بتكلم معاهم دول، مش أنا مش عمال مش الكلام مش رايح ليهم. أنا النهاردة بتكلم بمنطق، هو ليه الناس بتصدقني؟ يعني ليه؟ بتكلم من قلبي. عشان بتكلم من قلبي، ما بدعيش حاجة وما بستحضرش كلام أقوله. أنا النهاردة طلعت بمنتهى البساطة قلت يا جماعة أنتم راضيني بحبكم. أولا النهاردة قاعد في حبر سري ليه؟ عشان أنتي جايباني، عشان أنا راجل نجم محبوب. تمام، حلو كلام. اللي خلاني نجم محبوب مين؟ أنا؟ الناس. الناس، تمام. إن أنا بعمل مسلسل، مين بيشوفه؟ الناس. الناس بينجح، صح؟ عشان الناس بنشتغل كلنا عشان خاطر الناس. عشان الناس، ده كلام بقى إنش كل الناس بتعرف تقوله، بس هو فعليا أنت ولا حاجة من غير الناس. النهارده لو انا مشيت في الشارع واحد الصبح جه وانا راكب العربيه فقال لي يا عم عوض انا بحبك وفتح لي يومي، ده الاستفتاح بتاعتي. فالنهارده لما اكتب ان انا براضي اخواتي زي ما هم مراضيني، فده كلام من قلبي. جات لك الفكره ازاي؟ هي جات لي في مره، فكنت بعمل الكوماند، فكنت منزل صوره كده في الـ في الـ في اليخت، فواحد كتب لي كومنت. الكومنت ده قرار 24 نزلته يعني بالمناسبه، يعني ان هو يا عم انت قاعد في يخت واحنا بنتفرج على المسلسل، فما زي والمشاهدات انت بتاخد الفلوس. على فكره ظاهر الكلام غلط لكن بطن الكلام صح، بمعنى هو عنده حق. ليه؟ انا النهارده هو بيتفرج عليا وفعلا بيخلص الباقه على عواضي، اذا انا خدت منه انا اديته ايه؟ مش هتحلو، مش كفايه. انا جات لي من هنا، لما واحد يجي في الشارع فيقول لي يا عم انا بحبك انت زي اخويا، هنا نور لي حاجه. فانا قلت راضي اخواتي، قلت راضي اخواتي، ما قلتش راضي جمهوري، انا ماليش مصطلح ده، قلت راضي اخواتي. انا النهارده وانا قاعد هنا او قاعد في اي شغلانه خدت فيها فلوس، انا هعمل مسابقه. اللي عايز يقول ترند يقول. انا النهارده لو جالك بقميص في حلقي طلعت ترند، بس هو يعني ايه اصل الترند؟ ايه هو انا صدرت لك فعل وحش ولا فعل حلو؟ لا انا كفايه نظره ال 11 واحد اللي فازوا ان انا ممكن اكون انا ساعدت بجزء بسيط في ان انا احل له مشكله ما عنده. انا مش عايز اكتر من كده، انا بعمل ربي ما بعملش بني ادمين. فانا دلوقتي بكلم اخواتي، هم اخواتي مصدقيني واثقين فيا وبتاع، انا مش مستفيد حاجه. انا النهارده وما خدوش يعرفوني فعرفوني بعد المسابقه، لا الناس دي بتراضيني فانا براضيهم وهفضل اعمل المسابقه دي كتير. لا عايز يقول ترند يقول، لا عايز يقول بتعالى على الناس. بتعالى على الناس في ايه؟ انت تعمل المسابقه دي بعد كل المسلسل ناجح، بعد كل شغلانه انا اخشها، بعد كل شغلانه انا اخشها، هو حقه ان انا اعمل له مسابقه، حقه ان انا اكسبه حتى لو اعلان، هو شريك في فلوسي. اقسم بالله حتى لو اعلان، اقسم بالله حتى لو اعلان، حتى لو برنامج، حتى لو اي حاجه، هو شريك في فلوسي بحبه ليا. دي وجهه نظري، قول زي ما تقول. قول يمكن في بعض الناس بتفكر تعمل ترندات ازاي، بس انت عملت ده من قلبك، ولو طلع ترند هيطلع ترند بحب. الحمد لله. ترند سخيف. الحمد لله. انا ما صدرتش فعل شر. انا ما صدرتلكش فعل شر. تقلدني فيه. انت لو قلدتني فيه يا عم انا راجل ترند. انا عايز ترند، تمام. قلدني فيه طيب. فما تجيش تقول لي بس الصدقه بتتعمل في الخفه. هي كلها بتعمل صدقه في الخفه. هي كلها بتعمل صدقه في الخفه. هو دي مش صدقه يا صاحبي. انا مش عامل صدقه، انا بفرح جمهوري. انا ما بروحش اصدق عليك. يا عم الناس دي بتحبني. فاهم قصدي؟ وانا عاوز ابسطهم. انا مش عارف هم مين. بس هو انا عندي ملايين، فالناس دي بلغه ولاد البلد بنقط اخواتي يا باشا، براضيهم هم بيراضوني انا براضيهم. ايه انت مزعلان في ايه يا عم؟ قلتها في الفيديو. انا اخويا دلوقتي وانا مع اخويا دلوقتي، فممكن اقول له بقول لك ايه النهارده انا عازمك على كباب وكفته، هو انا بتصدق على اخويا؟ بتعالى عليه بفلوسي كده صح؟ انا بتكلم من قلبي، فعشان كده خلي بالك بيطلع من قلبي بيوصل من قلبي، محدش يعرف ينصب على الناس، محدش يعرف ينصب على الناس. فانا مهما يتقال عليا انا بعمل ربنا سبحانه وتعالى، هو ربنا المطلع صح. فما دام انا بعمل حاجه كويسه محدش ليه عندي حاجه. الجنب بقى اللي بيقول سواء كده ولا كده، انا مش هعمل لك المسابقه. ما تبقاش انت قاعد في التكييف وقاعد بتنظر وتقول لك اصل هو بيعمل وبتاع. يا سيدي اعمل انت. لا ما انا اقول لك اصل انا ما بعملش في البتاع. طب يا عم خلاص، يا عم خليك في حالك بقى انت كده بقى، انسى ان انا اتعامل مع اخواتي. بره عنك بقى، حد كان اشتغلك وانا خدت من جيبك وديت؟ وتعالى على الناس بفلوسي اللي انا عملت ايه؟ انا كنت بقى يعني بجيب حمام وطياره؟ لا ده مسابقه واللي كسب انا 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 بسطتهم. كفايه بالنسبه لي نظره ال 11 واحد اللي كسبوا دي بالدنيا عندي. وهفضل انا بقول لك كل ما هخش شغلانه
كل ما اخش فيلم، كل ما اخش اطلع في برنامج، كل ما اطلع في بتاع، هم شركاء معايا في ده، فده حقهم عليه. انا اللي بدعت القصه دي وانا مقتنع بيها، وقول زي ما تقول انا افضل مكمل فيها.